كده بنسبه كبيره. فوز مستحق بالنسبه للاهلي، فوز مهم بالنسبه للاهلي يقربه من بيراميدز ويخليه مستمر في المنافسه مع بيراميدز، عشان الماتشات ما بين الاهلي وبيراميدز هي اللي تحسم الدوري بنسبه كبيره. طبعا لازم ندي شابوه للي خد الاهلي في الجيم، وهو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير مطلع اثنين الشوط الاول صعبين جدا، مصطفى مطلع تصويبه صعبه جدا، وكمان اتردد الراجل المهاجم عمل لها فولو، وكمان الشوط الاول كان مطلع انفراد، انما الشوط الثاني الاهلي خلص الدنيا. تحسب لكولر ولكن تحسب برضه لمصطفى ان الولد حتى لما قعد دكه لسه قادر ان هو يركز في الملعب، ولسه قادر ان هو يثبت ان هو شخصيه قويه جدا. ودي تحيه كبيره تاني جدا لمصطفى على ان هو لما قعد دكه بعد الجوع الشناوي مستواه ما تاثرش. فشابوه مصطفى شوبير، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك مع الاهلي، وان شاء الله باذن الله تكون خير خلف لمحمد الشناوي، سواء الشناوي مشي او الشناوي قعد. فاعتقد ان انت هتكون من العناصر المؤثره جدا في الاهلي، زي ما كنت في العناصر المؤثره في دوري ابطال، وزي ما كنت في العناصر المؤثره في الدوري. فمصطفى عنصر مؤثر جدا وجوده في الملعب، الراجل نوعا ما بيدي تقل لحراسه مرمى الاهلي. فشكرا مصطفى شوبير على ان انت في تركيزك دايما، وان شاء الله باذن الله بنتمنى له الافضل. اما بقى قصه ان انتوا ما تنتقلوش لعيبه عشان خاطر ما تعملوش منهم رفعت جديد، فادعي رفعت بس لا اكتر ولا اقل. انما الموضوع ان احنا نعمل او ما نعملش، السوشيال ميديا ادفع من كده بكتير. رفعت اتظلم بره السوشيال ميديا مش من السوشيال ميديا.